بتقول لا او ما بتتقبل او بتقول لك شو هاد لا ما بدنا، او من غير ما يقولوا ما بدنا بكونوا عم بيكافحوك او عم بحاربوك لانه ما بيتقبلوا. نحن نطالب بالتغيير ولكن لا نتقبل التغيير بسهوله. لذلك دائما بقولوا لك التغيير بدايته صعب كتير، بالوسط بيكون في فوضى، بس نهاية التغيير بيكون اشي رائع واشي جميل. كل انسان فينا هلأ عم يتطلع عم بقول شو اللي عم بصير، وفي كتير طلاب ومتابعين عندي ماسكين 3 تلفونات، اللي عم بيشوفني هلأ على تيك توك، اللي عم بيشوفني على الفيس، واللي عم بيشوفني على انستغرام، عم بقولوا شو في، ليش هيك عم تعمل؟ عم بعمل عشان اقولكم نقدر نغير بأبسط الأمور من بيتنا عبر الهاتف. بتقدر تغير فكرك، بتقدر تطور فكرك، أفكارك هي اللي بتتحول. دائما بحكي في كتير في صفحة الفيسبوك، يمكن ما سمعوني قبل هالمرة عم بحكي، دائما سلوكنا هو عبارة عن أفكارنا، الأفكار تترجم لسلوك، السلوك عبارة عن فكرنا. شو فكرنا؟ أنا بشعر إني سعيدة، سلوكي بيصير سعيد، سلوكي بناء على أفكاري. كتير ناس دائما بقول بيكونوا متعبانين ومرضين، بيتجهوا للطريق الأسهل وبياخدوا حبة حبة، بقولوا لك أنا تعبان، عندك إشي مهدئ، عندك شيء بقدر أرتاح، هاد بيكون مؤقت فقط، إنه ما بيقدر يستمر فيه، لأنه مجرد إنه هو وقف الحبة رجع نفس ما هو. إذا أنت الحبة بس تغير كيميكلز بدماغ، أنت لازم أنت تتغير. كيف تغير؟ أفكارك، الأفكار لازم تتغير. لما نيجي نحكي عن التغيير، تعرفوا إنه الشيء الوحيد الثابت في الدنيا هو التغيير. التغيير كلمة التغيير الوحيدة الثابتة، كل شيء بيتغير. لو أنت وقفت تحتك مي، المي بتتغير، وقفت على نهر، النهر بتغير، طلعت فوق للسماء، الغيوم تمشي قدامك متغيرة، كل يوم عن يوم بتغير، وإحنا بنتغير، فكرنا بتغير، عاداتنا بتتغير، صفاتنا بتتغير، الناس حوالينا بتتغير. هلأ إحنا أصلاً بعصر التغيير، ودائماً إحنا بعصر التغيير. في كتير ناس بتيجي وبتروح، بتمر من جنبك وإنت ما بتنتبه عليها. في ناس بتقول لا، أنا كل حدا بقرب من جنبي بدي أتعلم منه، مشان بدي أضيف بصمة وبدي أضيف إشي يتغير. في ناس بتقول لا، شو بدي فيهم، ما بدي أتعلم. بزعل كتير على كل شخص بمر جنبه محنة وبمر كتير شغلات، ضل يطلع هيك لورا ويقول آخ راحني وضاعني، وين أنا وكيف بدي أكمل؟ ليش كيف بدك تكمل؟ غيرك كمل، غيرك كمل، غيركم كمل، إذن أنتوا بتقدروا تكملوا. حكيت امبارح يا قبله على صفحتي اللي بالتيك توك، قلت التغيير لما حكيت عن الاحتياجات الانسان قلت صنفته بالسادس قبل المعنى. قلت اذا احنا عشنا دايما نفس الروتين ما في تغيير ما حنعيش سعيدين ابدا، مستحيل نعيش سعيدين. معلش كتير ناس عم بيبعتوا لي بقدر سؤال ما بقدر اوقف، ما بدل اخذ اسئله معي 3 صفحات، لو كل سؤال اذا انا ما غطيت بدي اغطي اللي بدي اياه، بدي اسكر بعدين نبقى بجاوب اسئلتكم حبايبي. كثير ناس بيحكوا، شفتوا حتى لما نوقف بنضيع. حكيت عن الاحتياجات الانسانيه والسادسه كانت التغيير، ما راح ارجع احكيهم، راح احكيهم مره ثانيه لما اطلع معكم ببثات اعمق، بالذات على الفيسبوك لانهم مو سامعين كانوا قبل انا شو حكيت. لما قلت سادس احتياجات من الاحتياجات الانسانية كانت التغيير، وراح حكينا وصولا للمعنى انه كتير ناس حياتها تدمرت لانها عايشة بنفس الروتين، بعدين ما قدروا يوصلوا للحاجة الانسانية الاخيرة اللي بيحكوها رواد التنمية البشرية وهو وجود المعنى. وحكيت لكم عن دليدا اللي المطربة اللي أنهت حياتها، اللي معروفة دنيا ودنيا ودنيتين، كلنا بنعرف من قبل المطربة بفرنسا أصلها عربي لبناني، أنهت حياتها. لما أنهت حياتها شافوا رسالة كاتبة ما كان لحياتي إلها معنى، ورغم أنها كانت تطمح وصول للشهرة، كانت تطمح بالمال، كانت تطمح لأشياء كتير،
برضو وصلت كل هدول بس ما كانت سعيدة، لأنه ما كان لحياتها معنى. هون المعنى اللي هي ما كان لحياتها معنى، في شيء كتير كل رواد التنمية البشرية وكل الناس بتقول في شيء مشان يكون له معنى، هو في إشي الوجداني، علاقتك مع الله، العلاقة مع الله، العلاقة الوجدانية اللي كتير الناس لما باجي بقول كتير حلوة علاقتنا وكتير حلوة، بنبسط كتير بالناس اللي بتبعت لي من فلسطين بضو شمعة بالكنائس لإلنا وبالحرم بيصلوا لنا، وإنه الدين معاملة. كتير ناس بتقول لي راما لا تحكي بالأديان، بقولهم ليه؟ ليه ما أحكي بالأديان؟ أنا مش عم بعلم دين ولا عم بحكي شو الدين، أنا عم بحكي الدين معاملة وبحترم كل الأديان. ومقد ما أتعمق بالتنمية البشرية وبعدة أمور بلاقي إنه ما حدا بيبعد عن الدين والحاجة الروحانية. الحاجة الروحانية من الاحتياجات الإنسانية المهمة، بزعل عليهم اللي بيقولوا إحنا ما منآمن، هم حرين. أنا مع الفلسفة ومع مدرسة الإيمان بالله، بغض النظر شو دينك، بحترم كل الأديان، بحترم كل اللي بتابعوني، بحترم كل الناس، بس في شيء وجودي لا يغطيه، لا يغطيه إلا روحانيتك مع رب العالمين. أن تثق بنفسك وأن تتوكل وأن تثق بالله بأنك رح تتغير، بأنك رح تنجح، بأنك رح تمشي. وأمشي تثق بحالك، إذا ما وثقت بحالك كيف الغيرك بده يثق فيك؟ كيف أنا بدي أخليكم تثقوا فيي إذا أنا ما بثق بحالي؟ كيف أنا بدي أخليكم تثقوا فيي إذا مش واثقة بحالي ومش واثقة إني أنا رح أنجح لأني ما عندي ثقتي ورابطتي بالله سبحانه وتعالى؟ كيف هذا الحكي ما بيزبط. إذا التغيير كتير مهم، لازم. بعدين أي إنسان بده يغير، أول شيء قوة التغيير بتيجي، أول شيء لازم أخطط. عمركم شفت حدا بده يغير إشي من غير تخطيط؟ إذا هذا التغيير عشوائي، تغيير هيك ما إله، مش مزبوط، مش متكتك. أول شيء أنا بدي أخطط، يعني أنا بس أنا بدي أتغير. خلينا ناخد مثال مع بعض إنه إحنا إيش بدنا نتغير. خليني أقول بدي أتغير إني أطلع على الأمور بشكل إيجابي ولن أستسلم، لأنه هلأ كلياتنا بكورونا، كتير ناس عم يبعتولي إنه إحنا محبطين، إحنا مش عارفين نعيش، إحنا ما في شيء، يعني ما في شيء، ما في شيء حلو، أنت مش حاسة فينا، أنت كذا. أحب أقولكم مين قال؟ تعرفوا حياتي، حدا بيعرف عن الناس تانيين؟ في ناس بتحكي، في ناس ما بتحكي، في ناس بتشكي، في ناس ما بتشكي، في ناس بتكابر، في ناس ما بتكابر، في ناس بتحب تحكي إني أنا في ألم وأنا بتعب، في ناس ما بتحب، في ناس ما بتحب. بغض النظر الكل عنده شيء. طيب كيف بدنا نطلع؟ نخلي إيدينا بإيدين بعض ونقول خلينا نطلع لقدام. بدنا نطلع، خلص ما بدنا نضلنا هيك، بدنا نتغير، بدنا نصير أفضل. كيف؟ إذن بدنا نخطط، خلص بدنا نطلع، بدنا نعمل خطة، بدنا نطلع على قدام، ما بدنا إشي قبل، ما بدنا أطلع على الماضي. كتير ناس بنسوني بيسألوني طيب أنا يعني كيف بنسى الماضي؟ بحب أقول لك كل حدا بتابعني، مين قال لك إنك تنسى الماضي؟ مين حكى؟ كل الدراسات وعلم النفس وكل العالم بتقول لا تنسى الماضي. الماضي ما بينتسى، الأسى ما بينتسى. تقبل، التقبل أقوى، لأنك أنت ممكن تنسى شوي ترجع تتذكر، بموقف تتذكر ترجع تبكي، بموقف بكيت ترجع تضعف، بموقف ضعفت ترجع تيأس. لا، طب ليه ما نتقبل؟ لما نتقبل إنه هيك صار معي بالماضي رغم كل الظروف وكل الفشل وكل الأشياء اللي مريت فيها، الحمد لله لولا الماضي ما كنت أنا هلأ بالحاضر، لولا الماضي ما كان تفكيري هيك حيكون. هيك بدي أياكم تقولوا كل واحد، لولا ما مريت بالظلم اللي مريته ما كنت رح تعرف شو يعني الظلم وشو يعني العدالة. لو ما مريت بالفشل كيف بدك تعرف؟ لحظة هون بس ايه، لو ما مريت وانتو بالفشل كيف بدك تعرف طعم النجاح؟ لو ما مريت بالألم كيف بدك تشعر بالسعادة؟ لذلك ليه ما يصير نتقبل الماضي بشو من كان؟ أهلي